ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وعنده علم الساعة. جد الساعة شنو المقصود بها؟ اولا هنا في هالمقطع ارغب الفت نظرك اليه. اكو بعض الناس يقولون شيخنا ليش احنا مثلا ما نقوم بترجمة القرآن الكريم؟ القرآن الكريم ضروري يترجم حتى الامم الاخرى تنتفع به. انا اتخطر العام هذا المعنى اثرته واذكرت شنو اللي يحول دون الترجمة، اي من ناحية. من ناحية ثانية ارغب الفت نظرك لنقطة اخرى، ان الاعجاز الموجود بالقرآن، الاعجاز الموجود بالقرآن ترى مو جاي بس بالمعنى، لا الاعجاز جاي باللفظ بالتعبير. يعني لفظ القرآن اذا رد نبدله بلفظة اخرى يفقد القرآن خواص التعبيرية. اكو خواص تعبيرية بالقرآن، هاي الخواص التعبيرية تبطل القرآن الاعجاز. اذا اردنا ننقل القرآن الى لغة اخرى راح يفقد هاي الخاصية، وحدة. ثانيا ان اكو استعمال كنائي بالقرآن، مو استعمال معنى حرفي. مثل ايش؟ مثل هاي الآية وعنده علم الساعة. علم الساعة شنو المقصود به؟ علم الساعة المقصود به يعني تأريخ القيامة، يمتى تقوم القيامة. زين لو اجي انا اريد اترجم القرآن مثلا من اللغة العربية افرض الى اللغة الانجليزية، زين لما اريد اقول عنده علم الساعة ايش اريد اقول؟ يعني اجيب بدل لفظ الساعة واتش مثلا، واجيب مثلا بدل علم سنس مثلا؟ لا، يفقد خواصه تماما، الهدف التعبيري كله يضيع، والمعنى الكنائي والجرس الايقاعي الموجود باللفظة كله يروح. ما نقدر اذا نترجم القرآن ترجمة حرفية. اذا نريد نترجمه ترجمة مضمونية راح يفقد نص من اعجازه وهو الخواص التعبيرية. نعم يمكن وضع القرآن كما هو بالاصل وتوضع الترجمة تحته، نبه الشرح يوضع، اما لفظة القرآن تترجم لا، التفسير يترجم ايه ممكن، لكن لفظة القرآن لا، وما يترجم حرفية، يترجم ترجمة جمل، تأخذ الجملة وتترجم